يقولون ورد أن داود عليه السلام كان إذا دعا ربه يقول: اللهم يا من يرزق النعاب في عشه. والنعاب فرخ الغراب، إذا فقس عن البيضة يكون كأنه شحمة أبيض، فينكره الغراب ويتركه لأنه لا يوافق لونه، فيسوق الله تكرما منه إليه البق نوع من الدود، فيقف على منقار الفرخ الصغير يعجبه ريحة منقاره، فيلتقمه فيقتات منه حتى يحمم، يعني ينبت شعره فيسود، فإذا سود شعره ألفه أبواه الغرابان وأقبل عليه وألقطاه الحب، ولا يقدر على تسخير هذا إلا الله، هل من خالق غير الله يرزق؟